نفس النسخة اللي بتكلمك عن قوة الدولة اللي هي قوة النظام يعني، في نفس الوقت بتفرط في البلد ليل نهار. اسمع السيسي كان النهاردة بيقول ايه كده؟ مصر دولة النهاردة. ايه مصر؟ ايه دولة؟ الدولة امتى يطمع فيها؟ بدل ما انتوا بتسألوا بقى، لما تضعف يتاخد بقى غاز وتاخد بترول وتاخد ارض. اولها تاني؟ لا 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 معلش، هو الفيديو ده مش النهاردة، بس انا عجبني حاجة في الاول كده. معلش هو الحلقة دي لطيفة، فخليني يا سعيد أول جملة كده بيسأل سؤال غريب جدا، بيقول لك مصر دول، مصر إيه؟ هو حد قال له كباريه مثلا؟ هو ليه بيسأل سؤال بديهي؟ مصر دولة؟ صدق أول مرة أعرف. ياه، مصر دولة، مصر إيه؟ لا شوف شوف التعليم الراقي، تعلم بقى. مصر دولة، مصر دولة، خلي بالك النظرية دي أنت ما كنتش تعرفها. مصر إيه؟ دولة. أيوة، وإيه بقى؟ والدولة لما تضعف تاخد منها أرض وغاز، كما تاخد مننا أرض وغاز وكل حاجة في الدنيا. يا حضرات، ده نتنياهو في المعبر بتاع صلاح الدين. اتفضل أهو السيسي، مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها، أهو في المعبر. العلم المصري بعده بشوية بمترين، أدي المعبر كمان اتهد. اتفضل. لا لا يا ميزو، ترجع لي يا حبيبي، ترجع لي بالفيديو ده. انت خدت بالك من حاجة في الفيديو؟ هات الفيديو هنا بيه، الله يكرمك. بس وقف هنا، بس وسع الكادر شويه، كمل كمل كمل، العب لحد ما اقول لك اقف. كمل كمل كمل، ما تخافش ما تخافش، كمل بس 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 خلاص. العلم الاسرائيلي بيزغرط، ما تخليها فول سكرين يا بيه. ما العلم الاسرائيلي بيزغرط، ده ما فيش بقى، ده على خط الاستواء. العلم الاسرائيلي جوه المعبر، علمين مش علم واحد. العلم الاسرائيلي اهو جوه المعبر، بينما كلمة فلسطين بتنتهي، يعني كلمة فلسطين بتتهد. بس العالم الإسرائيلي نسختين من العالم الإسرائيلي على المعبر على طول، اهو قدام حضرتك. مصر ايه؟ اهو العالم التاني، اهو العالم التاني ظهر. ايه فش العالم التاني ظهر؟ ايوة اهو اهو، عالمين اهم يا ريس. في بعد كده مهانة، في بعد كده سفالة وقلة أدب، ان العالم الإسرائيلي بقى في أرضك، بقى في أرضك. حش يطلع يقول لي مالناش دعوة بقى والحاجات، لا ده العالم الإسرائيلي نسختين. الجماعة الجنود الإسرائيليين حطوا لك قدامك كده عشان تبقى ايه عارف انه خلاص ما عادش فيه. ده الدرس الأول، شعارات لا إنجازات.